طبعا مثل هذه الدورات لها اهميتها وقيمتها في خصوصا حق هاي الشباب، الشباب الصاعد اللي له مستقبل ان شاء الله في الكره البحرينيه. وطبعا على ضوء هذه الدورات لابد ان احنا نشكر صاحب السمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه على اهتمامه الكبير على مثل هذه الدورات واهتمامه بهذه الكوادر الطيبه